شو هي طرابلس الحقيقية إذا في عالم ما بيعرفوش يعني طرابلس؟ طرابلس الحقيقية هي مدينة التعايش، مدينة الأخوة، مدينة التسامح. المدينة المضيفة، مدينة العلم والعلماء، وهيدا الحقيقة يعني نحن تسمية بنعتز فيها، وهيدا دليل كبير إنه طرابلس لتاخد هالتسمية كانت مركز للثقافة بالمنطقة كلها هون. وبيسموها مدينة الفقير مثل ما انتم بتعرفوا كون الأسعار رخيصة فيها، ولكن هي بعتقد من أغلى المدن اللبنانية بتراثها، بشبابها، بأهلها، بأخلاق أهلها. طرابلس هي القلب والروح، هي مدينتي اللي خلقت فيها وربيت فيها ولعبت بحواليها ودرست فيها وتعلمنا فيها، بالرغم اننا سافرنا وبعدنا عنا سنين، بس بالاخر رجعنا عم نحاول قد ما فينا يعني نخليها تستعيد الروح اللي كانت عندها ايام زمان. ما في شك يعني المدينة مرت بمرحلة كتير صعبة من حوالي 20-30 جولة قتال بالمدينة، مش قليلة يعني بتهز أكبر مدينة، فكان الموضوع سياسي يعني كانت المشاكل بطرابلس هي رد على شيء عم يصير برا أو شيء بده يصير. طبعا المدينة عانت كتير وكل الأطراف عانوا من حتى بالمناطق اللي هي تكون آمنة نوعا ما طبعا كانت تتأثر بالجو العام كله، وطولت هيدي القصة، ولذلك صار في صورة عن المدينة لا تليق فيها صراحة، ولا هي طرابلس الحقيقية. ولكن والحمد لله يعني لما بالسياسة نحل الموضوع يعني خليني أقول 80% أو 90% من الأمور تحلحلت بين العالم، يعني رجعت العالم تشوف بعضها وتعيش مع بعضها بكلها. وطبعاً بدنا نتشكر المنظمات الغير حكومية اللي ساعدت كتيرهم بمشاريعها على إعادة اللحمة بين الفئات اللي كانت عم تتقاتل بطرابلس، ونجحوا إلى حد ما. طبعاً نحن كنا نساعد كتير بهالموضوع لأنه هذا موضوع بيهمنا، نحن ترجع المدينة كمدينة واحدة مش عدة مدن، وهذا نحن اللي عم نركز عليه حتى بخدماتنا، وما عم نخلي حدا يشعر أنه هو خارج طرابلس. طرابلس للكل، والبلدية مسؤولة عن كل مناطق طرابلس. البلدية كتير عم تهتم بالنواحي البشرية مثل ما عم تهتم بالحجر كمان، يعني عم تعمل كتير من مشاريع اجتماعية رياضية تنموية ان باراليل مع المشاريع العمرانية. معظم المنظمات الغير دولية اللي كانت تجي كلها يركزوا على النواحي الاجتماعية، النواحي الاقتصادية، النواحي السياسية، كيف يعلموا الناس بعض المهن اللي يقدروا يعيشوا منها. يعني البريتش كونسل بالفعل يعني قارب الموضوع بطريقة مختلفة جدا، والطريقة كتير فعالة يلي هن استعملوا فيها الرياضة لإعادة اللحمة بين الشباب. طبعا انت بتعرف الرياضة هي بتجمع ما بتفرق، خصوصا الرياضات الجماعية كرة قدم كرة سلة اللي هي بتعرف لما تنزل على الملعب تزال كل الفوارق بين الناس، كلهم بيشعروا مثل بعضهم، لابسين مثل بعضهم، بيلعبوا جنب بعضهم، بيلعبوا مع بعضهم. هذا موضوع أنا كوني من خلفية رياضية يعني كنت كتير مبسوط لهالمشروع، وشجعتهم
كتير فيه والحمد لله نجح، يعني إن شاء الله هلا حنقدر نطوره بالمستقبل. او اكثر مثل حي عن نتيجة البرنامج او انجاز البرنامج اللي نحن وصلنا له اليوم. هدول الاولاد ما كانوا بيعرفوا بعضهم، هلا صاروا رفقه مع بعضهم من المينا ومن وادي نحله، كل الوقت قاعدين من التبانه ومن جبل محسن ومن المنكوبين، كل الوقت هن عم يكونوا عم يتواصلوا مع بعضهم على الواتساب جروب اللي عملوه، عم يحكوا مع بعضهم كل الوقت، ناطرين وقت التدريب، بدهم يروحوا يقدموا هيدي الدبكه بكل لبنان. وصلنا لمحل فعلاً نحن منفتخر خاصة بهيدي المجموعة اللي دربت آخر فترة تدريبات مكثفة، وصرنا منآمن أنه اليوم هيدي الشريحة من المجتمع مستحيل تكون عم تفكر إلا بشيء إيجابي لبعدين، مش بشيء سلبي، مش مستحيل تكون عم تاخد بعين الاعتبار الأشياء اللي ورثتها من أهلها، بالعكس عم يكونوا عم يخلقوا هن مبادرات إيجابية للمرحلة الثانية بالمشروع، وهيدا الشيء اللي نحن منطمح له بطرابلس. شو هي الرسالة اليوم اللي انت عم توصلوها؟ نحن عم نوصله انه لازم هو مهما مرقت عليه ظروف صعبة ومهما تعرض لضغوطات يتعامل مع هالظروف بشكل ايجابي، يعرف انه هو عنده طاقات، عنده جوا يمكن هو منو عارفها صارت عم تبين. يعني اليوم في شباب مشتركة بدبكة، في شباب مشتركة بتمثيل، هو ما بيعرف حاله انه هو بتصوير، هو ما بيعرف حاله انه هو عنده هالطاقة، هي طاقة ايجابية نحنا حطيناها بالمسار الصحيح. قبل بفترة قبل بوقت كانوا الاهل ما بدهم اولادهم يطلعوا على جبل محسن، لما عرفوا انه نحنا مثلا اليوم طالعين على جبل محسن كانوا الاهل الاولاد اكثر شيء عم توصل مع الاولاد يقولوا ما فينا نطلع اهلنا ما خلونا، وبعد ما ينزلوا يشوفوا الاولاد انه كثير مبسوطين فيتحمسوا اكثر. الشباب صار في دمج وتواصل بين الشباب وخلق روح المحبة والصداقة والفرح بين الأولاد. المشاريع بتأثر على حياة الأولاد من جهة، أول شيء بتقوي شخصيتهم، من جهة تانية إنه ما يأخذوا أحكام مسبقة على المناطق اللي هي منطقة مثلا جبل محسن أو تبدينيا، أو ما يأخذوا أحكام مسبقة على الشخص بحد ذاته. يعني لأن بيّن هذا الشيء بالأثر بالمدارس، لأن نحن كل فترة بنعمل جولة على المدارس بنشوف تلاميذنا أو أولادنا شو الإنتاجية تبعيتهم بالمدرسة، فبنحس إنه فرقت معهم في قضية الشخصية، في قضية النقاش، في قضية التعاطي، في قضية سعة الأفق، في قضية الابتكار. الدولة هلأ عم تساندنا بهيدا المشروع وكتير مفتخرة بهيدا الشيء، لأنه هي نحن عم نكمل دورة، نحن منا عم نغطي دورة أو عم نغيبها، لا نحن عم نكمل دورة، لما هي بتحمينا من برا نحن عم نحمي حالنا لجوا. يعني هيدا البرنامج أسس من دون ما نشعر لسلام بين أبناء طرابلس. رؤوس خبريني، أنت من جبل محسن، كيف كانت إذا بدك نظرتك للعالم اللي قاعدين بالتبانة أم بالقبة أم بالبداوة؟ قبل ما عملوا برنامج تعزيز المرونة كنا نخاف ننزل للمناطق وما كنا نعرف شي بالمناطق، كنا ممنوعين من هالشغلات. عم إجوا هالبريتش كونسل عملوا لنا هالتعزيز المرونة، صاروا يأخذونا محلات ونتعرف على أشخاص جدد كأصدقاء مقربين كأخوة هيك شي، يعني تعرفنا على مناطق ما كنا بنعرف وين. مثل شو؟ مثل وادي نحلة ما بعرفها أبدا، البداوة ما كنت فوت عليها، القبة ما بعرفها، بس من بعد ما عملوا لنا هالنشاطات صرت بعرف كل المناطق. شو تعلمتوا شي جديد بهذا البرنامج؟ جرأة. لا تماسك سليم والثقة، وصرنا نثق ببعضنا أكثر، او لا ما حدا غير شي، والمحبة بيناتنا وهيك ألوفة. كانوا يفكروا باب التبانة هو الرطاطة، بس هلا لا والله، هلا صرت دبكة.
بس كنت شوف كل ولد يحمل السلاح من الشين ما ضيو. فأنا ما جيت أنبسط إنه أنا لو ماني متربى فيها، بس أنا من أهله، أنا من أهل هالمنطقة. فحبينا نعمل نحن هالرأسة حتى نغير كلمة طرابلس بدل باب تبين جبل إبه. حابين نحن نعمل إنه كلنا أصدقاء وكلنا وفيين للوطن ونحبين بعض. طب ليه ما كنت تفوت على الإب على البداوي أبداً؟ ما عند أصحابه. ممنوعة من قبل أهلي هيك شيء. وليه كانوا يمنعوك؟ كنا نخاف من الشغلات هيك. طيب وأهلك بعدهم بيخافوا؟ شو صار تأهلك بطلوا يخافوا؟ تعزيز الهدوء. إذا بدك توجه رسالة لل 200 شخص اللي اشتركوا معنا بهذا المشروع، شو بتقولهم؟ بريدهم إنه يوصلوا المسج اللي أخذوها من النشاط اللي عملوه ويضلوا يحتفظوا فيه لسنين لقدام لحتى يقدروا يضلوا متذكرين الشيء الحلو اللي عملوه، قديش نفعهم قديش فادهم قديش فاد مدينتهم. يعني جو التعارف، يعني بتعرفوا على بعض 200 شخص وبكره بصيروا 400. انا بتامل ينقلوا لاصحابهم لحتى الباقيين يتشجعوا يفوتوا بهالميدان كمان، بيكون عندنا مدينه مليانه بالالفه والمحبه.